السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة الاقتصاد الهندسي. اليوم إن شاء الله راح ناخذ أول محاضرة ضمن مادة الاقتصاد الهندسي الخاصة باقتصاديات إدارة الموارد المائية بالكورس الثاني. طبعا أول محاضرة راح ناخذ بها ثيوريتيكال. إحنا مثل ما نوهنا بالمحاضرة اللي داخل الكلاس إنه أول محاضرة كانت هي عبارة عن يعني محاضرة تعريفية عن الإيكونوميك، واخذنا الكوست والدايركت كوست والاندايركت والانترست، تعاريفهم شنو يقصدون بيهن، شلون انه تعطى، يعني هاي الامور اللي بالبدايه كلها تقريبا اخذناها، ماكو داعي هنا نكررها لان هي عباره عن مبادئ بيسك تعلمك او تنطيك في المبدئيات عن الـ الاقتصاد الهندسي. اول موضوع راح ناخذه هو الفائده، انه انا حتى ادخل بالايكونوميك اول موضوع يهمني بيه هو الفائده. الفائده شنو هي؟ من اسمها هي كميه زياده مضافه راح تضاف على المبلغ. اكيد انه انت مثلا من تستقرض مبلغ معين او تستثمر مبلغ معين، اول شيء اذا تستقرض ورا فتره مترجعه لازم يرجع بيه فائده. واذا تستثمر انت ايضا مبلغ تضعه في مكان ما، ايضا هذا الاستثمار اي لازم يرجع عليك بفائده. طبعا بالمناسبه الاستثمار مو شرط انه يكون ماني، لا ممكن يكون اي شيء، اراضي زراعيه، ممكن يكون يعني الاستثمار باسم العام ما نقدر نحدد في شيء معين. تمام عيني؟ انفستد. فهسه شلون اني اجد الانترست ايش قد مقدارها، انه هذا المشروع او هذا العمل اللي راح اسويه او هذا المبلغ اللي راح استقرضه ينطيني نتيجه ايجابيه الي بعدين لو ممكن بيه خسائر. فنحن نحسب الانترست اله. الانترست شو يقول؟ التوتال اكوموليتد، المبلغ النهائي المتراكم بالنهايه ناقص المبلغ اللي اني الاستثمار الرئيسي او اللي استقرضته، راح تطلع لك مقدار الانترست. طيب هاي الانترست بصوره عامه. اذا اردت الريت اوف انترست، الريت هو عباره عن حاصل من اسمها ريت، معدل. فاذا شنو كلفتها؟ كلفتها هاي رمزها بالمناسبه معدل الفائده اللي هي من يجيك بالامتحان جد الريت اوف انترست، هو ياخذ من عندها فقط الحرف الاول اللي هو الاي. تمام؟ فالاي شو يساوي لك؟ يساوي لك الانترست اكيورد بير يونت تايم، هو مقدار الفائده اللي تحصل خلال وحده زمنيه معينه على المبلغ الاصلي الاوريجينال اماونت في 100%. فبالمناسبه ده يقول لك اذا لم تحدد الوحدات الزمنيه دائما تاخذ سنه واحده، واذا ما حدد لك المبلغ فتعتبرها 100. تمام يعني هاي بصراحه يعني ما تورد لانه لازم يعطى المبلغ والامور بكامله حتى تحسب انت الفائده الحقيقيه. نجي بعد ذلك تكتب الفائده بهذه الصيغه، يعني من انت تحسبها الي مثلا تجدها بهذه القيمه، مو تكتبها 0.05، يعني دائما اذا طلعت كنتيجه نهائيه كريزلت مطلوبه من عندك اكتبها كذلك، مثلا 5% 6%. تمام عيني؟ لكن انت مثلا اذا انا اعطيتك اياها وراح تدخلها بالسؤال احولها بهذه التحويله واشتغل عليها بالكالكوليتر. نجي هنا عندك بالمناسبه الاسئله تجي باللغه الانجليزيه. كومباني انفستيد، تعرفون هنا 100,000 اصبح المجموع بعد سنه ايش قد؟ 106,000. احسب الفائده المجنيه، ايش قد مقدار الفائده الانترست العائده لك من الاستثمار ومعدل الفائده. تطبيق مباشر، اول شيء احسب الفائده المجنيه وبعدين اريد معدل الفائده. الفائده شلون احسبها؟ قلنا من هذا القانون، وهاي القوانين هسه لحد الان عندك قانونين، انت تخليهن وين؟ تخليهن بورقه القوانين اللي تكمله مال الكورس الاول، التوتال اكوموليتد ناقص الاوريجينال انفستيد. هسه التوتال ايش قد بلغ التوتال بعد سنه؟ 106، وهنا أنا الأصلي 100، فتطرح هذا من هذا يطلع عليك 6000 إيراكي دينار بير 1 يير. نجي بعدين المطلب الثاني شنو؟ معدل الفائدة الريت اوف انترست. الآن شو يساوي لك؟ يساوي لك مقدار الانترست على يمن؟ على المبلغ الأصلي، الانترست على المبلغ الأصلي، هاي قانونها انترست اكيورد بير يونت تايم على الأوريجينال أماونت. تحسب ذلك، شوف هنا طلعت القيمة، تكتب ليها بهذه الصيغة 6% بير يير. تمام؟ هاي إن شاء الله الموضوع واضح جدا سهل. هسه عندك هذا السؤال هوم ورك تحله. كومباني براود في شركة استقرضت مبلغ مقداره، يعني أخذت قرض مقداره 100,000 إيراكي دينار. ناو ريبيد، والآن إنه يعني مقدار العائد يكون لها هو 110
عراقي دينار ان 1 يير كومبيوت الانترست والريت اوف انترست. اول شيء انت شنو عندك؟ عندك الانترست تحسبها، شلون تحسبها؟ 110 ناقص 100 طلع قيمه الانترست. الريت اوف انترست هو ناقص الطرح مال ذني نفس ذاك السؤال اللي فوقه على المبلغ الاصلي اللي هو هذا الرقم، تمام عيني؟ وطلع ايضا اللي هي بالمية بارير. هاي رموز لازم تفهمها اللي هو البرين سيبل اللي هو مقدار المبلغ الاصلي اللي تم استقراضه، الريت اوف انترست اللي هو رمزها اي، معدل الفائده، تمام عيني؟ هذا من الامور يعني وهي بالمناسبه الاسئله تجيكم باللغه الانجليزيه، فضروري من الان من تقرون مثلا تقرا، ما تقرا انه الفائده، لا اقرا اسمها الانترست، يجيك التوتال اكوموليتد تعرفها شنو معناه، الاوريجينال انفستيت تعرف شنو معناه. فمن الان من تقرا المحاضره اقرا المصطلحات الانجليزيه مالتها، لان الاسئله راح تجيك باللغه الانجليزيه، تمام عيني؟ هسه هنا اتوقع واضحه، وهي عباره عن بعض المصطلحات، الان يقصد بها التايم، المبلغ المستثمر يقصد اف، يعني هذه مبالغ رقميه بسيطه يعني بعض التعريفات ممكن تستفاد منها. القيمه الزمنيه للمال تايم فاليو اوف ماني توضح القيمه، هو شنو يوضح القيمه الزمنيه للمال؟ هو قيمه المال عبر الزمن، يعني اكيد قيمه المال بهذا الوقت ما تقدر تعتبرها هي نفسها قيمه المال كانت بالماضي، يعني كل ما يتقدم الوقت تصير القيمة المالية مال النقود الحالية يعني لا شيء. والدليل هسه راح أضرب لكم مثل بسيط، يعني مثلا قطع الأراضي الزراعية أو قطع الأراضي الاعتيادية، مثلا كانت بالماضي ممكن مثلا 10 مليون تجلب لك قطعة في كذا مكان، لكن حاليا ما تجلب. فالقيمة الزمنية للمال يسموها تايم فاليو اوف ماني متغيرة. هاي شنو معناها؟ قيمة المال عبر الزمن تتغير حسب فرضية الحاجة اللي هو يحتاجها، تمام عيني؟ فهاي الموضوع جدا مهم، هسه راح ان شاء الله راح ناخذه بالتفصيل ونعرف التكافؤ مالته. الفرق بين الربح والفائدة، شنو معنى الربح البروفيت وشنو معنى الفائدة؟ البروفيت هو رأس جد مقدار ان ما يدفع من المال لاستغلال رأس المال الممتلك هو ربح. ما يدفع من المال لاستغلال رأس المال المقترض هنا الممتلك، هنا المقترض شو يعتبر؟ يعتبر فائدة. الخطأ الشائع هو استعمال المصطلحين يعني يعني يستخدمون دائما مقدار الربح هو نفس الانترست، لا 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 يختلفك، هذا إلى تفصيل وهذا إلى تفصيل، وإن شاء الله راح ناخذه بالتفصيل. أول شيء راح ناخذه هو الانترست، بعدين إن شاء الله راح ناخذ البروفيت وتفاصيله. نرجع على الانترست، الانترست دائما بيها يعني نقول فرضيتين، أما فرضي يعني انترست بسيطة أنت تضع فائدة بسيطة على المال أو على الاستقراض أو على المشروع أو على الاستثمار، أو تضع فائدة مركبة يعني فائدة بنسميها كبيرة. دائما خلوها ببالكم إذا لم يحدد نوع الفائدة تأخذها فائدة مركبة، لكن إذا حدد لك سمبل انترست لا تلتزم بقوانين السمبل انترست، إذا لم يحدد تأخذ كومباوند، تمام عيني؟ هسه يقول لك إذا لو أن سين اقترض مصاد مليون دينار عراقي على أن يعيدها بعد عام بفائدة مقدارها 5000، فإن 5000 يعتبر فائدة، تمام عيني؟ وكلفة إلى سين، يعتبر كلفة إلى سين، بينما الصاد شو يعتبر؟ يعتبر ربح، تمام عيني؟ هسه نرجع الفائدة البسيطة، الفائدة المركبة كلش بسيطة، نمبر 1، الفائدة البسيطة simple of interest شنو؟ وهي تحميل رأس المال الأصلي مقدار بسيط من المال كفائدة خلال فترة زمنية معينة. فايش فيها من اقول لك سمبل انترست؟ اول شيء تروح تحسب لي مقدار الانترست العادي. اذا بالسمبل شلون ينحسب؟ ينحسب مقدار المال الاصلي البري برينسبل، والان هو الزمن التايم، والاي هو معدل الفائده الريت اوف انترست، تمام عيني؟ هذا الريت اوف انترست. بعدين تجي السمبل انترست الكليه، شو تساوي لك؟ تساوي لك مقدار المبلغ الكلي اللي وضعته انت بالبدايه زائد الانترست اللي حصلت منها خلال هذه الفتره الزمنيه المعينه، راح نجي نطبق. بالمناسبه هذول القانونين تكتبوهم ضمن القوانين اللي خاصه يعني بورقه القوانين، تكتبون يم اللي ينكتبه وتجر منها خط وتكتب قدامها سمبل انترست حتى ذني خاصات بالسمبل انترست. إذا تم اقتراض مبلغ 100 دولار لمدة 3 سنوات، هسه التايم ايش قد؟ 3 سنوات، إذا الان هذا الان ايش قد يساوي؟ 3. المبلغ الأصلي ايش قد الاقتراض؟ البي ايش قد؟ 100 دولار.
معدل فائدة ايش قد مقداره؟ 5%. اذا الاي ايش قد مقدارها هنا؟ 5%. تمام عيني؟ احسب الفائدة المكتسبة والمبلغ المستحق نهاية ال3 سنوات، علما ان الفائدة بسيطة. اذا ذكر لك بالسؤال if you know the interest is simple interest، تجي اول شيء تحسب له الاي الانترست الكليه، تقول البي في الاي في الان، البي عندك 100، الاي عندك 5% بس تحولها 0.05، في الان عندك 3 سنوات. بعد ما انحسبت هذا الرقم تكتب بالمناسبه ما اريد الارقام، تكتب فقط ارقام، وانما لازم الوحدات لازم يمها، لان انت هندسه، يعني هذا الرقم كاتب لي اياه بدون هنا تحكي انت عن اموال، تحكي عن اي يعني الرقم اللي يطلع اذا له وحده، يعني مو دايمنشنلس، ضروري الوحده مالته تضع، وخاصه بالاقتصاد الهندسي. هسه هنا تتعامل انت مع ماني، فشنو الفلوس يعني الوحده مال النقود الموجوده تستخدمها، عراقي دينار حسب الوحده اللي تجيك مال المبلغ تضعها هنا، هسه هذا دولار. نجي بعدين تحسب الاس، شو يساوي لك الاس؟ يساوي لك البي زائد اي، البي نفس ال 100 زائد اي اللي انت حسبتها من هنا 15 دولار حسبتها، تمام عيني؟ هذا السؤال الثاني عليك. بالمناسبه هذا الموضوع بطريقتين للحل، طريقه القوانين وطريقة التيبل. من الآن طريقة التيبل محذوفة لكم لأن ما لها داعي صراحة، وأكو برمجيات سوفت وير تحلها إن شاء الله نهاية الكورس. إذا بقى عندنا وقت راح نعطيكم السوفت وير اللي تقدر تطلع بيه كل هاي الانترست، فماكو داعي. أنا المطلوب من عندك فقط طريقة القوانين، طريقة التيبل، إنه أنا أسوي اللست أوف أماونت وأحسب وأنطي المقدار يعني 60 مثلا الانترست والعائد، يعني هاي الطريقة أنا بسوفت وير خلال دقيقتين أقدر أطلع هاي المقادير كلها، فماكو داعي. أكو يعني في البرمجيات مخصصة بيعتبروها نوع من المحاسبة المالية ونوع من تنطيك ايكونوميك وتحسب لك كل هذه الامور، فتستخدم طريقه الجدول سكجولينج، لكن انت حاليا مطالب فقط بطريقه القوانين، تمام عيني؟ فهسه اف يو نو البروج قد المبلغ المستقرض انت؟ الف عراقي دينار، ايش قد المده؟ 3 يير، ات ايش قد مقدار الريت اوف انترست؟ 6%، تمام عيني؟ بارير شنو نوع الانترست؟ سمبل انترست. زين، هاو ماني ماتش will you have one at the end of 3 years and calculated table. أنا هاي and calculated table ما مطلوبة من عندك، تمام عيني؟ فقط الأولى تجي تحسب الـ I الـ B في الـ I في الـ N، وبعدين تحسب الـ S اللي هو نفس الـ profit ويساوي الـ B زائد I هنا شكت مقداره، هو الألف زائد الرقم اللي حسبناه مال interest، وتكتب الوحدات. هذا هنا أنا ايضا ينطيك كالكوليتد، ايضا احسب له هنا، لا بالعكس شلت من عندك تحسب له المبلغ الاصلي الاوريجينال اماونت، احسن شو نسميه ريسيبل، هذا ايش قد مقداره؟ ذات هاد تو هاف اللي تستخدمه بالاستقراض، ايش قد المده؟ 5 سنوات، اذا الان 5 اجو، والمبلغ العائد النهائي يعني وكانه الاس ايش قد مقداره؟ 5000 عراقي دينار. No, the interest. إيش قد مقدار ال rate of interest الآي؟ 7%. Find the total interest. وشنو نوع حل interest؟ Simple interest. تمام عيني؟ وما أريد الجدول. نجي أول شيء شو تسوي بالحل؟ تحسب ال S شو ساوي لك؟ B زائد I. مو صح؟ ال S هو ده يقول لك هنا، ده يقول لك انتبه لهذا. Return العائد النهائي اللي بعد 5 سنوات. منطق يا 5000. شو ساوي لك ال B؟ زائد هاي ما طبقها قانون وحدها وانما اجى فتحها، شنو قانونها؟ شو يقول؟ يعني قانون الداخلي مالتها يقول البي في الاي في الان، فالبي نفسه مجهول بقى في الاي في الان 5 في الاي او بوينت او 7، فبي هسه راح نجي لهنا ال 5000 تنزل، هاي البي تبقى، هاي تضرب ال 5 في او بوينت او 7 يطلع لك رقم، وتجمعه ويا هذا الرقم راح يطلع لك 1.35 بي. هسه مجرد ما تقسم ال 5000 على هذا الرقم راح يطلع لك مقدار البي، ولا تنسى تخلي الوحده الخاصه بي. بعدين ورا ما طلعت تحسب الانترست، لان هو ايش قايل لك؟ اريد المبلغ الاصلي، تمام عيني؟ ان فاين شنو؟ ذا توتال انترست. نجي هسه نحسب الانترست، شو يساوي؟ نفس القانون اللي هنا اللي استخدمناه هنا، بس هنا ما قدرنا نطبقه، طبقناه حتى نطلع قيمة البي، البي في الاي في الان، البي عندك في الان عندك في الاي عندك صار كاملات، تحسب الانترست. طريقة التيبل ما مطلوبة من عندك، يعني تقريبا تقدر تقول سهل كلكم المادة جدا هواي.
هسه لهنا خلصت محاضرة هذا اليوم إن شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني. إن شاء الله نلتقي على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.